ضمن فعاليات هذا المهرجان والتمهيدي لميدان المرموم. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للثنايا الجعادين المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا في هذا المساء 6 كيلومتر. جوائزنا ونداءنا للمراكز العشر الأوائل منذ البداية وحتى خط النهاية. بنصير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط لنوافيكم بالنتائج أول بأول. عرصوغان في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز الثاني، المركز الثاني في هذه اللحظات مياس لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سلطان بشر الخاطري. وفي المركز الثالث مرسال لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن طفلة المري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع سالك لسمو الشيخ محمد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد بن مروشد. وفي المركز الخامس، المركز الخامس أرى شاهين في المركز الخامس في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس وحيشان في المركز السادس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع، المركز السابع وبران لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثامن سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحج الهاجري. وفي المركز التاسع يتسلل إلى المركز الثاني مولع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر معشوق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة الشوط بعدما انتهينا من أول نداء للمراكز العشر الأوائل. وبنشوف الآن اللي في المقدمة هي سلام، لازال صوغان في مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومضمر صوغان راعي الطيارة عبد الله بن سالم المسافري متواجد مع صوغان في التضمير وفي الأداء وفي التدريب وفي التسيير. ننتقل إلى المركز الثاني، مياس في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة صاحب الأسامي الشرية سلطان بشر الخاطري متواجد مع مياس في المركز الثاني. المركز الثالث مرسال بدأ يرسل رسالة، مرسال لسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل عبد الرحمن آل ثاني بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن طفلة المري. وفي المركز الرابع وحيشان يتوحش المركز الأول، يتوحش المنافسة وحيشان لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس مولع، بدأ يولع حتى هذه اللحظات خاطره وعينه انه يولع الشوط في الكيلو الاخير. مولع لهجن العاصفة ايضا بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز نشوف المركز السادس، المركز السادس وبران لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عملية تضمير والتدريب ترجع الى قائد الفرقة 11 المتواجدة في منطقة مرقم علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع، المركز السابع أرى معشوق
معشوق يعشق المنافسة. يا سلام معشوق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر كابتن المضمرين خليفة بن سالم بالصقعة. بو سالم يعشق المنافسة ودائما يعشق الشوط الرئيسي مع الكبار ومحل الرقص مع الكبار في الأشواط الرئيسية. ننتقل إلى المركز الثامن، وفي المركز الثامن أرى الآن الريان في المركز الثامن لسعادة الشيخ سعود بن أحمد الثاني بقيادة المضمر حسين بن محمد بن سفران المري. وفي المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ محمد بالمر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد بمروشد. يا سلام المركز العاشر نشوف اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات. سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر المنتشي مطر بن سيب بن لاحد الهاجري. هذه النتيجة والأمور لا زالت تسير من صالح صوغان منذ البداية وحتى، لكن أرى وحيشان. يا سلام أنا هني بوحياب ذراني في السيارات ما شفت وحيشان، لكن وحيشان في المغرب. يا سلام ها هو وحشان دائما يوحشه المركز الاول، يوحشه العروض الطيبه. يا سلام بالهاتريك لامبراطوريه هجن العاصفه في هذا المساء. لاحق بخواته اللي في الشوط الاول، لاحق بغاية ولاحق أيضا بهقاوي. ها هو وحيشان لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نعم بالواثق وتضميره يوفن السبق وليخلفن. نعم يا أبو راشد، نعم يا أبو حمدان على هذا الأداء المتميز لهجن العاصفة في كل مكان وفي كل زمان. بداية موسم ولا ختام موسم، ها هي هجن العاصفة دائما في المقدمة، صاحبة الرموز، صاحبة السجل الحافل، صاحبة الذهب وصاحبة السيوف والبنادق. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني. مرسال في المركز الثاني لسعادة الشيخ علي بن عبد الله الثاني بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن طفلة المري. ضيف قادم من دولة قطر وخاصة من ميدان الشحانية، مرحبا بضيوفنا في بلدهم الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة في ميدان المرموم وفي مدينة دبي. مرسال يرسل نفسه إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام بدأ يبث الآن الإرسال على المقدمة. يا سلام يا مرسال لسعادة الشيخ علي بن عبد الله الثاني بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن طفلة المري. لكن هنا القدوم، الريان قادم، الريان لسعادة الشيخ سعود بن أحمد الثاني بقيادة المضمر حسين بن محمد بن سفران المري. يا سلام على هذا الأداء المتميز. ها هو مرسال، ها هو الريان، والاثنين ضيوف على أرضية ميدان المرموم. مرحبا بضيوفنا ومرحبا بمرسال ومرحبا بالريان ومالك مرسال سعادة الشيخ علي بن عبد الله الثاني والمضمر سعيد بن محمد بن طفلة المري. مرحبا المركز الثاني الريان لسعادة الشيخ سعود بن أحمد الثاني بقيادة المضمر حسين بن محمد بن سفران المري. يا سلام ها هو مرسال يقترب من خط النهاية، يقترب من المنصة الرئيسية وهو محتل المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. تهانينا من الاعماق لسعادة الشيخ علي بن عبد الله الثاني والمركز الثاني الذي وصل في المركز الثاني الريان لسعادة الشيخ سعود بن أحمد الثاني. وفي المركز الثالث المركز الثالث مولع لهجن العاصفة. وفي المركز الرابع وفي المركز الخامس أيضا لهجن العاصفة. هذه النتيجة، التوقيت الزمني ساعة وصول
مرسال إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 6 كيلومتر في زمن وغدر 9 دقائق 44 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد علي بن عبد الله آل ثاني، وتهانينا للمضمر سعيد بن محمد بن طفل المري والذي وصل في المركز الثاني الريان 9 دقائق 45 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ سعود بن أحمد آل ثاني، تهانينا للمضمر سعيد بن حسين بن محمد بن سفران المري والذي وصل في المركز الثالث مولع 9 دقائق 46 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس، وهي انطلاقة شوط جديد يضم نخبة من الثنايا الجعادين.